يا تفضلوا يا عشرة، تفضلوا عشرة عشرة جاهزين؟ يلا هون أربعة. يا ابو احمد البان الفضي تبع مين؟ شنو البان الفضي لمين؟ يلا يلا ايه العملية هي توفيق من الله. العملية تمت خلال مدة شهرين من 8/12. نحن كتبنا عقد بين الفصائل الساحل وكان لهم ثقة بنا، فقمنا بالعمل مدة شهرين الله مكننا من إخراج 54 امرأة وطفل من الطائفي، وبالمقابل نحن طالعنا 54 امرأة طفل. فاللي صار انه تكللت الجهود بالنجاح بعد يعني مدة 60 يوم، وهذا فضل من الله عز وجل. الضامن هي المؤسسة العامة لشؤون الأسرى من جهة الفصائل، ونحن عم نتفاوض مع وفد للنظام، وأول مرة احنا بنلاقي إنه في مصداقية بالعمل يعني. والله في منهم شخصيات بس والله لا تحضرني الذاكرة، صار لي 4-5 أيام أنا ماني، لكن اللي بعرفه أنا عائلة الشربجي، عائلة العبار، في عنا عائلة الجابر والسويد، في عنا كندر عمود وجمال النحاس، في سماح النداف، وفي عايش الدركوش وفاطمي حسن شامي، وفي مؤمنة محمد سراجي والسلمة الحو وعائد الباشا. يعني ذو شخصيات أهلهم كوادر وأهلهم إلهم يعني بصمة بالثورة، نسأل الله الإفراج للجميع. اللي موجود لدى الفصائل يمكن مدته شيء 3 سنوات، عندنا هون في ناس 3 سنوات وفي ناس 4 وفي ناس 5 وفي ناس شهرين وفي ناس شهر، هذا اللي الله مكننا وقدرنا انه ناتي بهذا الامر. والله ان شاء الله نسال الله انه يكون بالاشهر القادمه ان شاء الله دفعه 2-3-4. المؤسسه تمتلك كثير يعني ملفات، والمؤسسه هي مدنيه يعني. ما هي المؤسسه؟ حدث عن المؤسسه. المؤسسه مؤسسه مدنيه تعنى بشؤون الاسرى، المؤسسه شكلات من شباب وناشطين حقوقيين. دون محمد.